ومن المسائل أيضا إنني رأيت أن من الناس من يجعل دعاء الاستخارة بعد الصلاة في سجدة منفردة، فما حكم هذا؟ الجواب: لا أصل له في السنة الصحيحة، لأن هذا الفعل لو كان خيرا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن تدعو بلا سجود ولا ركوع، السنة أن تدعو بلا سجود ولا ركوع. فإن قلت: أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر الدعاء؟ فنقول: كل سجود أمر بالدعاء فيه ورغب فيه فإنما هو السجود التابع للمستقل. إيش معنى السجود التابع؟ يعني للصلاة، أو سجود تلاوة تابع للتلاوة، أو سجود شكر تابع للشكر. أما أن تفرد للدعاء الخاص سجدة خاصة مستقلة فهذا لا نعلم له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أمر الاستخارة.